سلام حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بالف خير وعافيه. انا اليوم الحاله ما راهيش مليحه، جيت نحكي لكم على الروتين تاعي من نكون مريضه، عندي زكام برد من تكون الحاله سبب. اول شيء صباح لازم نخرج من الفراش تاعي، ما نقدرش نبقى فيه. اولا لان الامهات ما عندهمش الحق يبقوا نايمين، ما يبقوا مام حتى اذا كانوا مرضى، وثانيا اذا بقيت في الفراش نحس روحي مريضه اكثر. نلبس حاجه اللي تدفيني، وبعد ذلك نفتح النوافذ باش نبدل الهواء، يدخل هواء نظيف للبيت. نتجه الى الحمام ونغسل اسناني ووجهي كالعادة، روتيني الصباحي ما نقص فيه ما نزيد. قريبا راح ندير لكم فيديو عن روتيني الصباحي وش هما المواد اللي نستعملهم باش نحضر نفسي ونغسل وجهي الصباح. وعندي واحد العادة كي نكون مريضة أو أي واحد يكون مريض في البيت، نغير الشراشف السرابت والشراشف تاع البيت يوميا تقريبا. الآن لازم فطار، فطور صباح يكون مليح على هادي باش يكون عندي طاقة أكثر في اليوم. اليوم حضرت حليب سخون مع عسل وكوكيز، بعض الفواكه وعصير برتقال. نحاول ما نديش بزاف الأشغال المنزلية من غير تحضير الأكل مثلا، أو اللعب مع بنتي، اللعب اللي ما تطلبش مني مجهود كبير. اليوم غادي نحضر لكم حساء عدس أحمر، على هذه حطيت زيت زيتون مع بصلة مقطعة وشوية ملح، بعد ما نقليه نضيف ليه جزر، حبة طماطم وحبة بطاطا مقطعة. نضيف ليه العدس الأحمر اللي غسلته، ونسكب فوقهم ماء مغلي. الآن نضيف بعض التوابل مثل الفلفل الأسود، الكمون أو الكركب، لكم الاختيار، ممكن تضيفوا فلفل أحمر أو أي توابل اللي تحبوها أنتم. بعد ذلك نغطيه ونخليه يطهى على نار متوسطة لمدة 20 دقيقة، ربع ساعة إلى 20 دقيقة. وبعد ما يجهز ويكون كل شيء طيب، نقوم بطحن كل المكونات، وفي الأخير حان وقت الغداء. بعد الغداء نيم بنتي، عادة تكون بنتي في الكراش، عادة تبقى فقط في الصباح، وكي تجي في بعد الظهر وقت النوم، وانا نحضر بعض الاشياء اللي نسحقها، مثلا لازم نشرب بزاف الماء، لازم ننظف انفي، بعض الادوية، ونرتاح فقط، نتغطى ونتفرج مسلسلات الى ان تنهض بنتي من القيلولة تاعها. بعد ذلك الى المساء نحاول نشغل وقتي باي طريقه كانت، بدون بلا ما ندير مجهود كبير. لازم الواحد يسمع لجسمه ويرتاح في حالات المرض، هذا ضروري جدا. وقبل النوم دائما نفضل ناخذ حمام ساخن، وبعد الحمام قبل النوم بدقائق نشرب زعتر، هو يعني من الشاي اللي نفضله كي نكون مريضة، نشربه ساخن باش كي ننام نعرق عليه. الواحد نعرفه بلي الواحد من يعرق ويكون مريض يشفى بسرعة، هذه تجربتي الشخصية. نحاول كذلك نستنشق البخار تاع الزعتر من يكون يغلي، نغليه فقط لمدة 3 دقائق تقريبا وبعد ذلك نشربه.
هذا هو روتيني كي نكون مريضه. ان شاء الله كاع اللي مريض ربي يشافيه. واذا عجبتكم الفيديو ما تنسوش تعاونوني بلايك. نشوفكم عن قريب في روتين من نوع اخر. باي باي.